لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذا مثل أريد به أهل مكة، فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة، يتخطف الناس من حولهم من حولها، ومن دخلها كان آمنا لا يخاف، كما قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وهكذا قالها هنا: يأتيها رزقها رغدا، أي هنيئا سهلا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، جحدت آلاء الله عليها. وأعظم ذلك بعثة محمد، وأعظم ذلك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، كما قال: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ولهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهما، فقال: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. بدل الأمن والطمأنينة صار الخوف، بدل الرزق الرغد الذي يأتي من كل مكان في العالم صار الجوع، أي ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليهم ثمرات كل شيء، ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وذلك لما استعصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا خلافه، فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة قحط وجد، أذهبت كل شيء لهم، فآكلوا العلهز وهو وبر البعير يخلط بدم يخلط بدمه إذا نحروه، يأكل الوبر ويأكل الدم من شدة الحاجة والفقر وقلة الطعام. والخوف وذلك أنهم بدلوا بأمنهم خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة من سطوة سراياه وجيوشه، وجعلوا كل ما لهم في دمار وسفال حتى فتحها الله عليهم، وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله فيهم وامتن به عليهم في قوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقوله تعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم، فخافوا بعد الأمن وجاعوا بعد الرغد، فبدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنا ورزقهم بعد العيلة
العائلة أنهم كانوا عالة على غيرهم فقراء. العائلة أن يكون الإنسان لا يجد كفايته من نفسه، بل لابد أن يعطيه غيره. وجعلهم أمراء الناس وحكمهم وسادتهم وقادتهم وأئمتهم. وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل المضروب لمكة قاله العوفي عن ابن عباس، وإليه ذهب مجاهد وقتادة وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، وحكاه مالك عن الزهري رحمه الله، وروى ابن جرير عن سليم ابن عتر يقول: صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان رضي الله عنه محصور بالمدينة، فكانت تسأل عنه ما فعل حتى رأت راكبين فأرسلت إليهما تسألهما، فقال: قتل. فقالت حفصة: والذي نفسي بيده، إنها القرية التي قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. قال ابن شريح: وأخبرني عبد الله بن المغيرة عمن حدثه أنه كان يقول: إنها المدينة. وسبق ترجيح ابن جرير رحمه الله أنها مكة المكرمة في حالها قبل فتحها. والله أعلم أن إن صح الأثر عن حفصة فتكون قد قصدت أن هذا المثل مثل لكل قرية أو مدينة لا تشكر نعم الله عز وجل عليها، فإن الله يبدل حالها كما فعل بأهل مكة. وكذلك كل قرية أو مدينة أو بلد أو حضارة تكفر بنعم الله، فالله عز وجل يجعل مثلها مثل مكة حين كفرت بأنعم الله، لأن الله جعلها مثلا للناس. فذلك يدلنا على خطر عدم شكر نعمة الله بطاعته وتوحيده وعبادته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، يدلنا على خطر تكذيب الرسل، وأن الله عز وجل يذيق الناس الجوع والخوف عقوبة لهم على عدم شكرهم لنعمة الله. وسبحان الله، يعني في العصر الحديث كان أهل أوروبا أكثر الناس ظلما وعدوانا، يحتلون بلاد العالم ويستغلون خيراتها ويستعبدون أهلها، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف سنوات طويلة في الحروب العالمية الأولى والثانية، ودمروا مدنهم فوق رؤوس بعضهم بعضا، وصار الخراب فيها أكثر خراب. ويعني يرسل عليهم سبحانه وتعالى عقوبة عليهم من أنفسهم ليتوبوا، فإذا هم يستمرون على الكفر والتكذيب بل يزدادون شرا وعدوانا بنشر مبادئهم الكافرة على العالم وإرغام الشعوب والأمم على ثقافتهم المنحطة السخيفة، يعني يوشك أن ينزل بهم مزيد من الجوع والخوف والخلل على أحوالهم. سنة الله التي لا تبديل لها، وأنه لا بد وأن ينزل بهم بأسه، وإنما يفتح لهم أبواب الخيرات حتى واستدراجا منه سبحانه وتعالى على عدم شكرهم وكفرهم بآيات الله وتكذيبهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، بل هم يكذبون جميع الرسل. قال الله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب وبشكره على ذلك، فإنه المنعم المتفضل به ابتداء الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له.
ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أي ذبح على غير اسم الله. الإهلال رفع الصوت، فهذا الذي يرفع صوته بغير اسم الله يذبح له أو يتقرب له أو يعظمه عند الذبح بذكر اسمه، فهذا قد أزهق هذه الروح بغير إذن من خالقها وبارئها سبحانه وتعالى، فلذلك لا يحل أكلها ولا الانتفاع بها، بل تصبح كالميتة تماما. طبعا صحيح ابن كثير يذكر فإنه المنعم المتفضل، ده اشتقاق. قال ومع هذا فمن اضطر إليه أي احتاج في غير بغي ولا عدوان فإن الله غفور رحيم. قد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية عن إعادته ولله الحمد، بعد أن ذكر الله عز وجل عقوبته على أهل الكفر ذكر نعمته على أهل الإيمان، وأن الله قد رزقهم الحلال الطيب، وذلك إذا شكره الإنسان فقد حقق العبودية. لذلك كان الشكر ضد الكفر، واشكروا نعمة الله. والشكر أولا شهود النعمة بالقلب وتعظيم الله عز وجل بها، شهود أنها منه وتعظيمه عليها تعظيمه بها، ثم الثناء عليه باللسان أنه هو الذي أعطانا فنقول الحمد لله، الحمد لله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن يأكل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، لا نكفيه شكرا ولا نستطيع أن يعني نكافئ نعمه سبحانه وتعالى، ولا مودع يعني لن تكون هذه آخر مرة نشكر، كما لن تكون يعني آخر مرة نأكل، وإن كان يعني أحدنا طالما بقي في النعمة وجب عليه الشكر لنفسه ولغيره، ولا مستغنى عنه ربنا لا نستغني عنه أبدا. ثم بعد ذلك تصريف النعمة في مرضات الله، فالشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح بأن يستعملها في طاعة الله، بأن يستعمل هذا الجسد الذي نما من هذه النعمة والذي صح بهذه النعمة في طاعة الله، ولا يستعمله في البغي والعدوان، ولا يستعمله في الشرك وعبادة غير الله، ولا يستعمله في المعاصي والذنوب، ولا في ظلم الخلق، فإن كل هذه النعم إذا لم تشكر نزعت، كما نزع الله نعمة الأمن والشبع والرزق من كل مكان من أهل مكة، وأبدلهم مكان ذلك الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. وقوله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون دليل على ركنية الشكر وشرطيته في الإيمان، فإنه لا يحصل عبادة لله إلا بالشكر، كما أن التوكل كذلك. وقال موسى يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هذا يدلنا على ما ذكرنا من أن التوكل عبادة، الشكر عبادة، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، فمن لم يشكر الله لم يعبد الله، ومن عبد الله فقد شكره. قال ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه،
واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك مما كان شرعا لهم ابتدعوه في جاهليتهم مما كان شريعة قبل الإسلام. من الذي اخترعه؟ كبراؤهم وسادتهم حرموا طيبات أحلها الله لهم وأكلوا ما حرم الله عليهم، نعوذ بالله من حالهم. وهكذا الناس الذين يشرعون من دون الله ويحرمون ويحللون بآرائهم. من أعجب ما قرأت اليوم مدرسة أمريكية حرمت يعني التحريم هو ليه؟ المنع، أن يقول الأولاد أبي وأمي، لأن ذلك يؤدي إلى التمييز ضد أبناء المثليين. ما هم بيتبنوا، هم بيجيبوا عشان يكونوا أسرة مخترعة، فبيجيبوا عيال من الملاجئ وما أكثر من الشوارع، ما عندهمش أصلا، واللي عايزين يسيبوا عيالهم واللي عايز أولاد الزنا أضعاف مضاعفة، فعشان ما يجرحوهمش قالوا محدش يقول بابا وماما، لازم يقول المرتبطين اللي أنا مرتبط بيهم. الواحد يا خبر يعني في الواحد يقول في فطرة منتكسة أكثر من ذلك، عايزين يخلوا العيال ما يعرفوش أم وأب، هيلغوا الكلمتين والعياذ بالله. وشيء عجيب والله، يعني شيء فوق التخيل ان الشذوذ يفرض على العالم فرضا وعلى الأجيال القادمة، حاجة خلاف فطرة البشرية. لكن بيعملوا كده بدماغة الناس علشان تتلوى أعناق الفطرة عشان تتحرف والعياذ بالله. ويقول ممنوع كده اللي يعمل كده، يبقى زي بالظبط كده الاستفتاء بتاع سويسرا. سويسرا قررت باستفتاء بنسبة ضئيلة جدا منع النقاب. ها؟ ما هو نسبة ضئيلة جدا، 48-52 دي، إن المسلمات ما يلبسوش نقاب في الطرق العامة والعياذ بالله. وذلك من أعظم الظلم والعدوان. يعني أنتوا بتبيحوا التعري الكامل. يعني في واحدة مش عارف طلعت في حفلة وعلى الهوى ومش عارف معترضة على قرار للرئيس الوزراء بتاعهم ولا حاجة، جاية في ثوب حمار، لابسة حمار وما عندهاش حاجة خالص تحت الحمار، وقلعت هدومها كاملة قدام الناس، وبعدين قعدوا يسقفوا لها جامد جدا والعياذ بالله. يعني انتوا تمنعوا النقاب؟ ايه الامر العجب ده؟ ومظاهرات العراء لها يعني اعداد هائلة، مظاهرات المثليين في اسطنبول لسه الاسبوع اللي فات باليوم العالمي للمرأة، وملابس فاضحة وممارسات فاضحة بين الذكور والذكور والإناث والإناث، ورفع علم المثليين. شيء عجيب، يعني الناس بتحرم وتحلل من ايه؟ يحرموا ما احل الله عز وجل من العفة والطهارة ومن التزام دين الإسلام وما هو فطرة في الإنسان، ويبيح ما حرم الله وما يعني أجمعت الشرائع وأجمعت العقول على ضرره، أجمعت الشرائع على تعليمه وأجمعت العقول السليمة والطب على يعني ضرره. يعني كيف فرض التماثل بين الذكور والإناث؟ الله ما خلقهم كذلك. وكذلك فرض احترام تغيير الجنس، ممنوع حد يتكلم على راجل تحول امرأة وامرأة تحولت إلى رجل، بيرغبوا في الكلام ده وبيفرضوه على دول العالم، شيء فظيع غير محتمل. الجاهلية الأولى كانت ربما يعني بعض أمورها أهون من ذلك، دول في البهايم يعني الوصيلة السائبة والوصيلة والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، دي كلها في البهائم، دول عملوا الكلام ده في البشر والعياذ بالله، وغيروا خلق الله عز وجل. المشركين كانوا بيغيروا خلق الله انه يشق أذن البهيمة، ده بيغير من الذكر إلى أنثى
ويفعل والعكس بكل ما يتمكن. وبعدين ما مش هيخلف طبعا، يروح يجيبوا عيال ايه من اي حته والعياذ بالله. ولكن يعني والله نعمة عظيمة من نعم الله على البشرية هذه الشريعة الكاملة الموافقة للفطرة. قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مما أباح الله، فبمجرد رأيه وتشهيه. ولذلك من أعظم الأمور خطرا الإفتاء، الإفتاء بإباحة أو الإفتاء بتحريم دون بينة وعلم. فكثير جدا مما يقال مما يباح رغم النصوص ورغم الأدلة الواضحة، مثل النمص ووصل الشعر وأنواع من يعني ما يتعلق بالنساء وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما يباح من أنواع البيوع التي تعين على حرام ويقال للناس لا بأس، وكذلك عقود الربا والغرر والميسر وإباحة المعاملات التي فيها هذه الأمور بزعم أن هذا من باب التيسير الذي جاء به الإسلام. ويحرم على الناس أن يقولوا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرمون عليهم أن يقولوا مثلا أن تهنئة المشركين بعدهم لا تجوز. هذا هو الممنوع، هذا القول هو الممنوع، القول بأن اليهود والنصارى كفار هو الممنوع، حتى ولو الآيات واضحة جلية أوضح ما تكون. هناك من يبدل الحرام إلى حلال والحلال إلى حرام في شرع الله عز وجل، ويقول لما وصف لسانه الكذب هذا حلال وهذا حرام. ما في قوله لما تقول مصدرية، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم، أي ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم، ولا تقولوا الكذب لما وصفته ألسنتكم. ثم توعد على ذلك فقال: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي في الدنيا، لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة، أي في الدنيا متاع قليل، فمتاع قليل، أما في الدنيا فمتاع قليل، وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم، كما قال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل، متاع في الدنيا، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. نعوذ بالله من الكفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.